والحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم أنا بتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج الإعلامية وأيضاً ما ينشر في الصحافة ويومياً، يعني أنا بيبقى عندي تقرير كامل بإيه اللي اتقال في البرنامج الفلاني وإيه اللي كتب من مقالات كمقالات رأي في الجرائد والصحف وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وببقى حريص جداً إن أنا أشوف هذا الكلام لأن بستقي منه توجهات الرأي العام، وحتى بنعرف منه إذا كان هناك إدراك كامل لحقائق الموقف ولا لا، لأن أحياناً بيبقى يعني بلاقي إن في بعض التوجهات أو الآراء اللي بتطلع بيظهر منها إن في بيبقى بعض الحقائق غائبة والناس مش عارفة الحقيقة، فده بيساعدني إن أنا لما بنطلع بعد كده في مؤتمر الصحفي الأسبوعي إن نطلع ونتكلم على هذه النقاط تحديداً عشان نوضح هذا الموضوع. وبالتالي يعني أعتقد وده كنت حريص جداً على هذا الموضوع إن إحنا نقعد النهاردة بخلاف المؤتمر الصحفي النمطي إن أنا يبقى في فرصة أقعد مع حضراتكم باعتبار إن لكم فعلاً تأثير قوي جداً في توفير الوعي وإعطاء الصورة بصورة يعني للمواطن المصري بطريقة أشمل. وعشان كده يمكن أنا يعني بعد إذن حضراتكم أنا عارف إن الفترة دي يمكن تكون البرامج الحوارية في أجازة بسبب الصيف، ولكن حبقى حريص إن كل شهر على الأقل يعني بنقعد الجلسة دي مع حضراتكم جميعاً، عشان هي الفكرة مش إن أنا أتكلم، ولكن الأهم إن أنا أستمع أيضاً لرؤى حضراتكم ووجهات نظركم، بحيث نقدر يبقى من خلال هذا التحاور كلنا بنبقى على أرضية مشتركة من الحقائق اللي موجودة واللي بتواجه الدولة، وأيضاً أستمع من حضراتكم إيه اللي أنتوا شايفينه الحكومة المفروض تتحرك إزاي الفترة الجاية، إيه الملفات اللي أنتوا شايفينها محتاجين نركز عليها أكثر، لأن حضراتكم في النهاية بتنقلوا برضو جزء من نبض الشارع المصري اللي موجود في هذا الشأن. فأنا عارف كويس قوي وإحنا مش في انفصال عن الشارع، وعارف إن المواطن لسان حاله إن إحنا الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة جداً وأزمات يعني غير مسبوقة، ومهما قلنا من كلام ونمط هو بيسمع وكل حاجة، بس لسان حاله طب هنخرج إمتى؟ يعني إمتى بقى هنخرج من الأزمة دي؟ وإمتى نشعر إن الأمور خلاص رجعت وهدأت واستقرت؟ وإمتى هنشوف الأسعار نزلت والتضخم قل؟ وكل الكلام اللي أنا بستمع فيه بنبض الشارع. ويمكن أنا عايز أأكد لحضراتكم إن دايماً بيتقال أنتوا رامين عبء المشاكل اللي عندكم على الأزمات الخارجية، وأنتوا مش عايزين تعترفوا إن كان في نوع من القصور والمشاكل الداخلية. اللي عايز أقوله بس يعني مفيش دولة في العالم يعني مفيش فيها، كلنا لازم نعترف إحنا بشر، وبالتالي محدش فينا منزه إنه يعني عن الخطأ أو عن التقصير، ده طبيعة البشرية، كلنا بنحاول نجتهد حتى لو في نوع من الأخطاء والقصور، ده وارد، دي طبيعة بشرية، ومفيش حكومة بيبقى أنا آسف 100% ولا 90%، يعني أنا بتكلم بمنتهى الشفافية، وبالتالي طبيعي جدا مع حجم العمل بيبقى فيه وارد إن يحصل نوع من الأخطاء والقصور، وبالتالي إحنا مش بنعزي كل شيء للخارج، ولا بالرغم إن الخارج لا تأثيره كان على مصر غير عادي وغير مسبوق، وحضراتكم استعرضوا كده بصورة حيادية الموقف اللي حصل على مدار 4 سنوات، ونشوف إزاي تداعيات هذا الموضوع لو كنا هذه الأزمات ما حصلتش كان هيبقى الوضع مصر بنفس هذه الحدة من الأزمات والمشاكل ولا لا. يعني أنا بقولها كتساؤل، ما هو الكلام ده كان ليه تأثير وتداعيات. هنرجع تاني عشان ما يتقالش انتوا كل حاجة بترموها على الخارج، طب هي دايما يتقال طب ايه رؤيتكم للخروج من الأزمة دي؟ ودي يمكن احنا اتكلمنا فيها كرؤية ان الدولة المصرية اهم شيء النهاردة ان انا اخرج من الحمد لله النفق المظلم اللي كنا عليه من 4-5 شهور، كان المواطن ما كانش عنده اي امل في فترة ما انه يحل مشكلة الدولار دي تخلص، وابتدى كان بيسمع أرقام على الأرض الدولار ب60 و70، وناس تقول له ده كمان كم شهر هيبقى ب100 وهيبقى ب120 والأسعار هتطلع، وكل يوم كنا بنشوف سعر مختلف للسلعة الواحدة. كل ده الحمد لله إحنا تجاوزناه مع الإجراءات اللي اتخذت، وهو مش موضوع رأس الحكمة بس، هو موضوع إجراءات كثيرة جدا اشتغلنا عليها
رأس الحكمة ونجحنا في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية، والمؤسسات الدولية عشان دايماً برضو بيتقال هو يعني موضوع الصندوق وموضوع ده وإحنا إزاي الصندوق يفرض علينا شروط، ولا الكلام ده ما بيحصلش، وهتكلم عليه باستفاضة في يعني كمان دقيقتين ثلاثة عشان أشرح لحضراتكم إحنا بنتعامل إزاي مع مؤسسات الدولية. لكن اللي عايز أكد عليه، مجرد إن بيبقى عندنا برامج مع مؤسسات دولية دي رسالة ثقة في اقتصاد الدولة دي. ومن النهاردة أي دولة النهاردة بيقاس نجاح الحكومة بتاعتها في قدراتها على جذب استثمار أجنبي مباشر. مش هو كل الناس بتقول الدولة دي منفتحة والدولة دي قادرة أنها تجذب استثمارات، الدولة دي حققت أرقام كبيرة جدا في جذب استثمارات خارجية. ما هو كل ده بيجي إزاي؟ بيجي إن مفيش مستثمر خارجي بيجي يحط قرش غير لما بيطمئن إن الدولة اللي هو هيدخل يحط فيها استثمارات، لأن مفيش حد بيحط استثمار أنا آسف سنة واتنين ويخرج. أي حد هيجي يحط استثمار هو عامل حسابه هيقعد على الأقل 15-20 سنة، فعايز يطمئن إن الدولة دي المسار اللي فيها بيؤمن استثماراته، إلا مش هيجي. فبيبقى الكلام ده بيستقيم منين؟ بيستقيم من شهادات مؤسسات دولية، ويطمئن إن الدولة دي شغالة ضمن برنامج كويس، والمؤسسات دي بتثني على هذا البرنامج وبتقول الدولة دي ماشية كويس، ومن إجراءات شايفها على الأرض الدولة دي بتنفذها، بتيسر بها إجراءات، بتعطي حوافز، وبتحل مشاكل للمستثمرين الداخليين، لأن المستثمر الداخلي هو لوحده بيبقى سفير وبيبقى يعني جزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي. مفيش مستثمر خارجي بيدخل غير لما يسأل الأول المستثمرين اللي جوه البلد أخبار الأوضاع عندهم إيه، لو لقى إن الوضع كويس هو كمان بيتشجع وبيجي. فبتبقى دي نقط لازم كلنا ناخد بالنا ليه إحنا حريصين على وجود أو تعاون وشراكة مع مؤسسات دولية، لأن بقى العالم هو ماشي بهذا الشكل. كل يوم المؤسسات الدولية بتنشر تقاريرها، والتقارير دي هي اللي بتؤثر على تصنيف الدولة. مؤسسات التصنيف بتبقى بتقيم بناء على هذا الكلام، والجهات الاستثمارية الكبيرة مؤسسات الدولية أو المستثمرين الأفرادة بيعتمدوا على نوعية هذه التقارير في إن هو ياخد القرار يروح البلد دي ولا لأ. إنما المهم اللي أنا عايز أرجع ليه، إن أهم شيء النهاردة إن إحنا كمواطنين كلنا نبقى عارفين حجم التحدي الكبير جدا اللي بيواجه الدولة المصرية من الخارج قبل الداخل، لأن ده جزء كبير جداً بيشكل التركيبة بتاعت القرارات اللي احنا بناخدها والمؤامات اللي احنا بناخدها. ويمكن يعني حضراتكم شايفين مدى يعني انشغال فخامة الرئيس بالملف الخارجي، وإن هو دايماً في تواصل مع كل دول الجوار ومع دول النطاق المنطقة بتاعتنا ومع النطاق الأشمل مع القوى العظمى اللي موجودة في العالم، عشان مصر تبقى يعني احنا دايما ما بنقول ماشيين في اطار المنطقه الملتهبه الاكثر التهابا في العالم اللي احنا موجودين فيها، احنا ماشيين على حد السيف.